اخبارا، هناك جريح، هناك شهيد في كل بيت لا نستثني البيوت. هناك بيوت هتكت اعراضها. عن ماذا نتحدث؟ عن اي حقوق؟ قلنا لآل خليفة من اول يوم 14 فبراير ارحلوا 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 عن ارضنا، ارحلوا. شئتم ام ابيتم يا آل خليفة؟ الموت لآل خليفة، الموت لآل سعود. وعن نقولها ان من واجبنا نصرة المظلوم، ولن نتراجع ولن نتنازل. لقد ألقي على عاتقنا مسؤولية الحراك، ولن نتنازل ولن نتراجع حتى ولو كلفنا السجن. وشجاعة الأكبر وعباء القاسم، ماذا نستفيد من واقعة الطب؟ أن نقاوم هذا النظام، وأن نجاهد، وأن نطالب بحقوقنا. نحن أصحاب حق مشروع. نعم، لا تراجع، لا تراجع، لا تنازل، لا تنازل. نعم، نسأل الله الفرج إن شاء الله.